السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا بالاخوات المشتركات وغير المشتركات معنا في القناه. اللي ماشي مشتركين معنا في القناه اشتركوا معنا في القناه وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد ان شاء الله. الطريقه تاع اليوم جبت لكم طريقه نتاع بوندا نتاع الشعر اللي تجي تحت الحجاب. كي نديروا الحجاب نديروا البوندا كاع، نديروا البوندا ونوليو نزيدوا الحجاب فوقه. جبت لكم الطريقه نتاع كاي البوندا اللي تجي غي هكا، ما تجيش مخيطة، تجي غي سامبل غي دايرة. اليوم راهم خرجوا بوندات الأنواع. هاي شوف هكا بهذه الطريقة، هاي كاين هاك كاين هادي. في هاد القماش يختص للحفلات للأعراس والحفلات والمناسبات. ندير لكم هاي هذا وعود هذا. دروك نعطيكم طريقة تاع الصالة، تقدروا تستعملوهم كمشروع، المشروع نتاعهم ناجح ان شاء الله. نخدمهم انا، نخدمهم مشروع، نشري القماش هذا، نشري شوفوا القماش يجي نتاع الحفل. كاين المناسبات القماش راه على الانواع، راه كاين بزاف. هذا يدير 70 ألف متر، 70 ألف متر يخرج لكم 6 تاع البونيات، البوندات 6 تاع البوندات يخرجوا. ندير لكم درك الطريقه نتاع الفصاله. قلت لكم متر يخرج لكم 6، كي تطويوه تطويوه هيا بهذه الطريقه هكا يجي هاو. هذا هنا فيه 50 سنتيم، هكا نص متر هيا هكا. هذا نص متر، نص متر يجي فيه 50 سنتيم. بهذه الطريقه هيا شوف يتكسل على هذه الجهه، هيا يتكسل هكا، لازم يكون يتكسل، يتكسل على الجهه نتاع الارض. هيا هنا تطويوه هكا. بغيت نوريكم انا غير واحد هكا، راني مخيطتهم، لكن هذا قلت نوريكم الطريقه كيش يتخسر. الطريقه تاعه سهله، نقلبها لكم على الجهه هذه باش هاي بوندا او بون، يجي بوندا او بون. هاي ندير لكم الطريقه، نعطيكم العبر. ديروه قلت لكم تطويو هكا، تطويو على الجهه هاي هكا، الجهه اللي تكسل. هذا القماش يجي يتكسل على هذه الجهه هاي، هذه الجهه من تجي مبلعه. نديرو طريقه هاي، نديرو نعطيكم العبر لهنا، العبر هاي 25 سنتي. ها هي هنا قلت لكم هكا بهذه الطريقه هاي 25 سنتيم، هاي هنا 40 سنتيم، هاي 40 سنتيم. نخليو 8 سنتيم نخليوها البوندا هاي هنا، هاي 40 سنتيم هنايا، هنا هاي شوفوها مليح هكا، هاي هنا 40 سنتيم بهاد الطريقة. نقصص هنا، نقصو عبرت، درتلكم العبر، نتمنى تكونو فهمتوه. ها هي بهاد الطريقة تقصوه قد قد، تمشاو مع الخط. المهم تكسال يجي لهاد الجهه اللي ندخلو فيها البون، هاي الجهه اللي تكسل ديروها على الدوره نتاع الراس. هنا الدوره نتاع الراس درت 25 سنتي، هيا هنا دروك الخياطه كيش نديرو الخياطه، الخياطه نجيو هادي 8 سنتيم تنطول، هيا هنا شوفو مليح 8 سنتيم تنطوى بهاد الطريقه هكا. بهاد الطريقة نطويو 8 سنتيم اللي زيادة اللي زدناها هنا. جيبو الإبان وتقبضو بهاد الطريقة، هاهي هنا عاود، هنا عاود، هنا هاهي عاود هكا. تقبضوا هادي بهاد الطريقة، هاهي هكا نخيطو دروك، تخيطو هادي، تخيطو هنايا وتوليو تقلبو البوني تاعكم بهاد الطريقة هنا. هاي هاي دوك هادي تخيطوها هنا، كي تجيو هنا باش تطلعو باش تضرفو البوني تاعكم بهاد الطريقة هاي هنا، هنا دور هاي بهاد الطريقة تجي هكا، ها
عشرة هنا تدورو تقوسو هنا ديرو قوس هاهي هاكا تقصوه نضرفوه غير نضرفو هاكا هاكا هاد الطريقة هادشي هاهو هدا هو البون تاعنا دروك واش ديرو أهي نخيط هادي نخيط هنا هاد البوندة هنايا نخيطها ونوليو نتراسيو باش نبليو طريقة الخياطة طريقة الخياطة بهاد الطريقة أهي هاكا هادي 8 سنتيم لي زدناها نطويو هنا هاكا بهاد الطريقة بهاد الطريقة هاهي نخيطو دروك من خيط البوندا نتاعي ها هي البوندا تجي منها فيها ها هي البوندا كي ديروها ديروها منها فيها هاد الطريقه دروك واش ديرو ها هي هنا دروك تزينوا البوني تاعكم تزينوه بليبول ولا تزينوه باي حاجه عندكم تبغوا تزينوه حتى هكا ديروا هكا الموتيف هكا دير واحد الموتيف عندكم لا يجي شباب هكا بهاد الطريقة تبغيو أي طريقة تزينوه تقدرو تزينو ندير له ليبول ونزيدو نكملو طريقة الخياطة زينته بليبول هاهي درت له هاد ليبول ديرو له غير بصيصات هكا شوية شوية تاع هاد ليبول دروك واش كاين دوك نزيدو نكملو طريقة الخياطة طريقة الخياطة بهاد الطريقة هاهي هادي بوندا هادي غير بوندا نتا الشعر ديروها تحت الحجاب نجيو هنا هاهي دوك واش نديرو له نديرو له بليات بليات يجيو قاع دايرين كيش ديرو البليات بليات نبداو منه تبداو تبغيو تبداو هنا تبليو لكن نخليو هنا نبداو هنا هاهي تفوتو هاكا كل جوج صباع ديرو بلية هاكا هاد الطريقة هادو وحدة زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة تاع البليات هاهي بهاد الطريقة تفوتو منها كل جوج صباع هاكا ديرو كل جوج صباع بهاد الطريقة هاهي كل جوج صباع تفوتو زوج بليات وتخليو منهم هاهي نديرو نخيطو دوك نديرو طريقة الخياطة هاكا نبدي منه كي نوصلو هنا نبداو نديرو البليات قلتلكم تسعة تاع البليات هيا هنا منا ميبانوش نولي نتبعهم هنا هاهما هنا دير هادو نولي هاي توصلوهم هنا وتوليو عاود هنا هاكا تخيطو بالبلية بهاد الطريقة هنا يجي داير شوية هاكا هيا هنا باقي لي زوج هاكا سهل خياطة سهلة ومشروع ناجح إن شاء الله هاي كملته تشوفوا إذا كانت عندكم شوية خياطة تقصوا ضرفوا باش تخرج لكم الخياطة مقية ها هو البوني تاعنا كملته البوندا تاعنا كملتها تجي شابة يجيو العراس هكا الخرجات يجيو حجاب هاي هاد الطريقة هاي عاود هادي ها هما تزيين التزيين هذا عاود كنت نخدم بهذا القماش هذا القماش عاود ينباع تاع هذا شباب لكن كي كملت من هذا عاود وليت نخدم بلاخر التزيين تقدروا تزينوا بهذه الطريقة
هاي هذا زينته هاك بالبيستولي، ها هي تقدروا تزينوا باي طريقه تبغيو، ديروا لي بول تبغيو تزينوا بالورد. الورد راه كاين الانواع نتاع الورد راه تنباع في المحلات. هاد الورده شريتها هكا، شريتها حبه 12000. ها هي بهذه الطريقه، هكا تزينوه بهذه الطريقه. هاو جا شباب، هكا هاد الورده جاتها شابه.